في اليوم 28 من بدء الغزو الروسي لأوكرانيا تتواصل الاشتباكات في مدن عدة، كما يتواصل القصف الروسي، حيث أكد مسؤولون أوكرانيون أن مدينة ماريوبول المحاصرة منذ أسابيع من قبل القوات الروسية باتت على شفير الهاوية بعد أن تعرضت بناها التحتية لدمار كامل وسويت مبانيها بالأرض. وفي دونيتسك شرقي البلاد أعلنت هيئة الأركان العامة الأوكرانية أن القوات الروسية تحاول السيطرة على منطقة روبيغني ولكنها لم تتمكن من ذلك. وفي نفس السياق أعلنت السلطات الأوكرانية أن القوات الروسية تكبدت خسائر كبيرة بسبب محاولة فاشلة لمحاصرة تشيرنيهيف الموجودة شمال البلاد. في شمالي البلاد أيضا لكن في مدينة تشيرنوبيل حيث توجد المحطة النووية الأشهر، أعلن الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي أن المحطة باتت تحت سيطرة الاحتلال الروسي. والآن نترككم مع أهم المقاطع المصورة من المدن التي شهدت تطورات ميدانية.